هي النيرفس او النيرفس كونتنتس اوف ذا اوربت. تشمل النيرفس اوف ذا اوربت الاقسام الاتيه: موتور نيرفس. والموتور نيرفس كانوا عباره عن ثلاثه: الاوكيلوموتور اللي هو السيرد كرينيال، التروكلير اللي هو الفورس كرينيال، والابديوسنت اللي هو السكس كرينيال. هذه الثلاث ثري نيرفز كانت بتغذي الديفرنت اكسترا اوكيلار ماسلز. طيب السنسوري نيرفز هنقسمها لنوعين اثنين: جنرال سنسوري وسبيشال سنسوري. الجنرال سنسوري كان المسؤول عن تغذيه الاوربت، كان هو الاوفسالميك نيرف، احد ثلاثه ديفيجنز اوف ذا تريجيمينال نيرف اللي هو الفيتس كرينيال. اما السبيشال سنسوري فكان النيرف الشهير اللي هو اللي اسمه الاوبتيك نيرف، العصب البصري. هنبتدي ناخدهم واحد واحد النيرفز اوف ذا اوربت. هنبتدي اولا ب الاوفسالميك نيرف اللي هو الجنرال سنسوري نيرف. في قطاع احنا هنبص عبر الروف اوف ذا اوربت بعد ما نشيله، يعني نشيل البوني بارت اوف ذا روف اوف ذا اوربت وهنبص على الاي اوربت من فوق. هنلاقي دي كافيرنا الساينس، امام منه السوبيريور اوربيتال فيشر، امام منه الكومن تندينا سرينج اللي كانت بتحيط بالاوبتيك كانال من هنا وبالميديال اند اوف ذا سوبيريور اوربيتال فيشر من الناحيه الثانيه. طيب ده الميديال وول اوف ذا اوربت ماشي معدول ماشي ستريت، اما اللاترال وول اوف ذا اوربت فكان ديفييتد شويه تو ذا لاترال سايد، وبسبب هذا الديفيشن كانت السوبيريور ريكتس ماسل لما تيجي تعمل الكونتراكشن بتاعها كانت بتعمل اليفيشن اوف ذا اي بول، وفي نفس الوقت تعمل شويه ادكشن، يعني ات برينجز ذا اي بول ميديالي، بسبب ان اللونج اكسس اوف ذا اوربت از ديفييتد لاترالي. طيب ات ذا لاترال سايد اوف ذا اوربت احنا شلنا من هنا البوني الروف، كانت قاعده اللاكريمال جلاند في الموست انترو لاترال بارت اوف ذا روف في اللاكريمال فوس. طيب دي الاي بول ماسك فيها عدد من دلوقتي بعمل ايه؟ انا برسم توبوغرافيا المنطقه اللي هبين عليها الكورس والبيجيننج والترمينيشن اوف ذا اوفسالميك نيرف. ماسكه في الاي بول من الميديال سايد العضله اللي اسمها ميديال ريكتس زي ما احنا قلنا قبل كده، طالعه من الكومن تندينس رينج وماسكه في الاي بول عند الكورنيوس كلينر جنكشن بشويه. طيب من على اللاترال سايد كانت ماسكه طالعه اللاترال ريكتس من نفس النقطه من على اللي كانت لها اثنين هيدز وكانت حاطه في الكورنيوس بيهايند ذا كورنيوس كلينر جنكشن. من تحت خالص كانت في عندي الانفيريور ريكتس ومن فوق مغطيهم الليفيتور بالبيبري سوبريورس، ومن الملاحظ ان العضله دي مالهاش علاقه بالاي بول، دي بتعدي على الاي بول من فوق ورايحه حتى الانسرشن بتاعها زي ما احنا قلنا في ثلاث اماكن في الايليد والترسس والكونجنكتيفا. طيب دي الارضيه اللي احنا هنبني عليها مسار ال اوفسالميك نيرف. الاوبتيك نيرف كان دخل من الفيشيا، دخل من الاوبتيك كانال وفي الكومن تندينس رينج وراح للاي بول، ده سنسوري نيرف وده سبيشال سنسوري وهيتاخد مع النيورو اناتومي. كان في شريان له علاقه وثيقه بالاوبتيك نيرف جاي من على اللاترال سايد ومعدي عليه سوبرفيشالي ثم راح مشي من على الميديال سايد بتاعه اسمه اوفسالميك ارتري. ديت هي الارضيه بتاعتي. انا عاوز احدد اقول فين اللاترال وول. اللاترال وول مكتوب ده لاترال وول، بس مين كان المؤشر اللي قال لي ان ده لاترال وول؟ هي اللاكريمال جلاند. اللاكريمال جلاند من الرسمه ديت مؤشر بيقول ان هذا الاتجاه هو اللاترال دايركشن، يبقى عكسه الناحيه الثانيه الميديال دايركشن. مفيش حاجه ثانيه تقول لي ان ده لاترال. السوبيريور اوربيتال فيشر الايبكس بتاعته متجهه لاترالي، والكلام ده قلناه قبل كده مع البوني اوربت. اذا هذه هي طبوغرافيا الارض اللي هيتحرك عليها الاوفسالميك نيرف. الاوفسالميك نيرف مين هو؟ ده اول ديفيجن جاي من الترايجيمينال نيرف. الترايجيمينال نيرف اللي هو الفيفس كرينيال نيرف هيتفرع لثلاث فروع، اول فرع فيهم هو الموست سوبيريور هو الاوفسالميك نيرف. هنا الكرينيال كافيتي الميدال كرينيال فوسا.
هيغادر الميدل كرينيا الفوسا، يدخل مباشرة في الكافيرنا الساينس، هيمشي في قلب اللاترال وول اوف ذا كافيرنا الساينس از وان اوف ذا ايه استراكشر اللي امبيدد في اللاترال وول. الكافيرنا الساينس كان فيه اربعه استراكشرز او اربعه نيرفز ماشيه في اللاترال وول، الاوكلوموتر من فوق خالص، تحتيه التروكلير، تحتيه الاوبسالميك، تحتيه الماكسيلري. اذا رقم ثلاثه من فوق او رقم اثنين من تحت. يغادر الكافيرنا الساينس، هيدخل للسوبيريور اوربيتال فيشر، وهينتهي عند السوبيريور اوربيتال فيشر بانه يتفرع لثلاث فروع، واحد ميديال، واحد انترميديات، واحد لاترال. البرانشال ميديال اللي اسمه نيزوسيلياري نيرف. النيزوسيلياري نيرف هو الميديال برانش اوف ذا اوبسالميك نيرف. دخل من هنا زي ما احنا شايفين من السوبيريور اوربيتال فيشر للكومون تندينس رينج، ومشي مسار كان مصاحب للاوبسالميك ارتري، يعني جاي من عند الاوبتيك نيرف من اللاترال سايد للسوبرفيشال للميديال سايد، بس جاي من موست لاترال لموست ميديال، بحيث الارتري تبقى على جنوانبه الداخليه. ده النيزو سيلياري نيرف، ده البرانش الاولاني من على الميديال سايد وفي الحجم انترميديات ان بوزيشن. طيب البرانش الثاني اللي هو الاكبر ان سايز اللي اسمه الفرونتال نيرف، ده انترميديات ان بوزيشن. انترميديات ان بوزيشن زي ما احنا شايفين طلع من الاوبسالميك نيرف وهو في السوبيل اوربيتال فيشر، ومشي مباشره فوق الليفيتور بالبيبري سوبريوريس، وهذا البرانش اللي هو الفرونتال برانش هو الموست سوبرفيشال ستراكشر اوف ذا كونتينتس اوف ذا اوربت، مباشره تحت البوني روف، يعني لما نشيل عظم الروف هنجد مباشره قاعد تحتيه الفرونتال برانش. الفرونتال برانش ده بيتفرع لفرعين اثنين، واحد على الميديال سايد اسمه سوبرا تروكليار، والتاني على اللاترال سايد اسمه سوبرا اوربيتال، والاثنين دول لو نتذكر كانوا من نيرف سبلاي اوف ذا فيس اند سكالب. السوبرا تروكليار كان بيدي الميديال وان ثيرد اوف ذا ابر اي ليد، والسوبرا اوربيتال الانترميديت او الميدل ثيرد اوف ذا ابر اي ليد، ويطلعوا من منطقه الاي ليد يطلعوا يغذوا منطقه الفور هيد والسكالب. النيرف الثالث اللي هو اللاترال، وده الصغير خالص في الحجم، ده اصغر واحد في الحجم، اصغرهم في الحجم، وبيمشي على اللاترال سايد، ماشي على اللاترال سايد اوف ذا اي بول. ماشي ازاي؟ ماشي من السوبيريور اوربيتال فيشر فوق اللاترال ريكتس اباف ذا لاترال وول، واتجه مباشره للاكريمال جلاند، هناك هيتفرع لفرعين اثنين، جلاندولار برانش للجلاند وبالبيبرال برانش. هذا البالبيبرال برانش كان بيغذي اللاترال وان ثيرد اوف ذا ابر اي ليد. ده كانت البرانشز اوف ذا اوبسالميك نيرف. فتاخد اكبر واحد فيهم اللي هو النيزو سيلياري نيرف. النيزو سيلياري نيرف عايزين نتكلم على البيجيننج والكورس والريليشنز بتاعته، الاند، ثم الديستريبيوشن او الفاين برانشز. كافيرنا الساينس قدام منه السبير اوربيتال فيشر. طب هل يا ترى اقدر من خلال الرسمه ديت ومن غير اي بيانات ثانيه احدد اللاترال دايركشن؟ ايوه، السبير اوربيتال فيشر الايبكس بتاعته متجهه الى اللاترال دايركشن. طيب قدام منه مين؟ قدام منه الكومن تندينس رينج. طب فين عندي ده الميديال وول؟ فين اللاترال وول؟ طيب قول اهو، ثم ادي عندي الميديال ريكتس. انا شلت من هنا اللاترال وول لان النيزوسيلياري نيرف ماشي على الميديال سايد، فبالتالي مالوش فيش داعي لان انا ارسم اللاترال وول. طيب المصل دي كان اسمها ايه؟ كان اسمها الانفيريور ريكتس، وكان فوق منها قاعد الاوبتيك نيرف، ده الاوبسالميك نيرف الكبير بتاعنا، والبرانش اللي طالع منه اسمه النيزوسيلياري. راقبوا كده من خلال هذا المسار ازاي ماشي من السوبيريور اوربيتال فيشر على الكومن تندينس رينج على اللاترال سايد اوف ذا اوبتيك نيرف، ثم يروح على الميديال سايد ويروح يتوزع. طيب ماشي نفس الكورس اللي حكينا عليه. البرانش اللي خارجه منه، اول برانش كان اسمه انتيريور اثمويدال برانش، خرج من النيزوسيلري من قدام خالص، اخترق فتحه اسمها انتيريور اثمويدال فورمن، طلع من هذه الفتحه على الكرينيال كافيتي في الانتيريور كرينيال فوسا، هيجد فيه عندي هنا هو
الكيربي ريفورم بليت اوف اسمويد بون والكريستا جالي في فتحه قدام الكريستا جالي هينزل منها على روف اوف ذا نوز، ومن هنا هيتفرع لفرعين اتنين، انترنال نيزل يغذي النيزل كافيتي، واكسترنال نيزل هيغذي مين؟ هيغذي السكن اللي قاعد في الفرونت اوف ذا نوز مباشره على الكارتليجينس بارت. ده اسمه انتيريور اثمويدال نيرف، واحد من التو تيرمينال برانش، واحد من التيرمينال برانشز اوف ذا نيزوسيلياري نيرف. البرانش الثاني اسمه بوستيرير اوسمويدال، هيخترق الميديال وول، يعني هيخترق البوستيرير اوسمويدال فورامين ويروح يغذي الاسفينويدال والاثمويدال اير ساينسز. البوستيرير اوسمويدال مع الاسفينويدال. البرانش الثالث واحد او اثنين اسمه لونج سيلياري، في هذا المكان مش باين في الرسمه ديت، اللونج سيلاري بيخترق السكليرا ويغذيها مباشرة، ثم في سمول جانجلونيك برانش هيروح للسيلاري جانجلون. اللونج سيلاري نيرف خرج من هنا لكن مش متلون في هذه الصورة. دي كانت نهاية نيزوسيلاري نيرف، النيرف اللي اسمه انفرا تروكليار نيرف اللي كان هيغذي السكن اللي على البوني بارت اوف ذا فرونت اوف ذا نوز. اذا هذه هي التقسيمة العامة او البرانشز العامة للنيزوسيلياري نيرف.